انا عايزه ارجع للتسجيل بقى. احنا دلوقتي امام موسوعه، فاحنا امام علم، مش صحيح. مجرد كتاب طبخ ووصفات من صحيح. ست ام حسين او كده، احنا امام علم. صحيح. ازاي بيتم التسجيل ده في موسوعه؟ تمام. احنا اول حاجه بنبداها بننزل بنفسنا على ارض الواقع. لازم ننزل للمكان، نشوف ظروف البيئه، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه تجربه الطهي هي تجربه خاصه، يعني هي مش بحط ده على ده بيطلع ده، لا، بيدخل فيها الادوات، بيدخل فيها ثقافه الانسان اللي موجود، بيدخل فيها الماده الخام اللي موجوده في البيئه دي. صح. كل التجربة الحياتية بتاعه الناس اللي عايشين في المكان ده بتخرج في صورة الأكلة. فلازم عشان نوثق أكلة لازم نكون موجود في معقلها، أكون موجودة أبقى عارف وألمس المنتجات. بالظبط. يعني إذا كان يبقى هو ده القمح أو ده الشعير أو بالظبط، يعني أيا كان بالدقيق، يعني أشوف كل الأدوات. إحنا حتى في نماذج الخبز مثلا الموثقة في الموسوعة الأولى احنا مركزين على الملمس بتاع العجينه نفسها، لانه من عجينه لعجينه، من عمليه تخمير لعدم تخمير، من فرده معينه من استخدام اداه معينه، الملمس بيختلف، لا الطعم بيختلف. واشكال الخبز، يعني نفسي برضو زملائنا كده لو نشوف الصوره، لو عندك صوره للخبز زي الموجود. في حد يعني من بيقول لي في حاجه اسمها الابوري، ايه الابوري ده؟ القابوري. القابوري. القابوري ده احنا رصدناه في البحر الاحمر في القصير، وموجود برضو في حلايب وشلاتين وغيره. قابوري الحقيقه ده في حضرتك ده اللي في التلفزيون؟ ده اللي موجود في الفيديو. ده القابوري. ده القابوري. القابوري ده نموذج حي لازاي الانسان المصري اتفاعل مع بيئته علشان ينتج عيش طعمه حلو وشهي بامكانيات البيئه. ويعيش معاه كمان، لانه هو طبعاً كان ليه يوم للخبيث ده في كل المحافظات. شوفي الايد بتاعتي اللي بتعجن، حاجه فوق الجمال. انا كان نفسي الايد دي نحطها على غلاف الموسوعه. ايوه صح. وقعدنا نتكلم فيها مده طويله، طب نحط صح. ايه بتاع وهنا ده الفرن ده على الحطب ولا على الرمل؟ ده رمل. ما هو الرمل. هو ده اللي بكلم حضرتك فيه. احنا هنا يعني نموذج بتحط على صاجه؟ مفيش صاجه، ده الرمل على طول. خبز القابوري بيسخنوا الحطب اللي هم مجمعينه. طب ده ما تخافش ان التراب هيجي عليه؟ انا عاوز اقول لحضرتك ده صورته هنا في الموسوعه حاجه منوره جدا. هو بيتنظف بعد كده، طبعا بيبقى فيه تراب، لكن بيتنظف بسكينه وبيتنفض، بيطلع عيش شهي طعمه حلو جدا. لان هي بتحط التراب والرمل عشان يستوي. طب ما بيلزق فيه التراب وهو عجينه. بس في النهايه بعد ما بيتنضف بتكحته بعد كده بقى بسكينه، طرف سكينه. تفضل كده 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 فكانها بتشيل الطبقه دي اللي هي طبقه الرماد، هي كمان بتغطيه. أيوه. يعني لازم عشان يستوي، لان هو كمان سميك. يعني هو مش خبز، مش خبز، خبز عادي. مش خبز رفيع. وبيتقطع بعد كده. ما هو ده كده هي انتهت منه. ده بتقلبه الناحيه الثانيه وبرده بيتغطى تاني وبعدين تشيله لحد ما يستوي تماما، بعد كده يتشال من النار ويتنضف بقى بسكينه. طيب. او وهنا بقى يا دكتور اقدر اقول ده مثلا بيتم التعامل معاه في اماكن بقى صحراويه جدا، اماكن ممكن بدويه احيانا. ده حضرتك كنت معانا بقى. انا يعني بتخيل. لا دي حقيقه. هنا بقى بنقول ايه، ان ان الظروف البيئيه بتحكم بقى هنا. النهارده زي بالظبط كده اللي هم الرحل اللي هم اللي على جمال اللي طبعًا. في الصحارى. طب دول النهارده ما عندهمش لا فرن يحطوه ولا كهرباء ولا غاز ولا حاجه خالص، فبيعملوا ايه؟ بيجمع يحط الجمل جنبه. أيوه. ويجمع حطب من الصحراء قدامه ويروح مسخن حجاره معينه. هي يا دكتور هي كده بتكحت. أيوه. بتكحت بسكينه فيرجع عايش. ده مجهود برضه، بيبقى جميل جدا. بس شوف انت جمله الاصاله اللي هي بتعمله. طبعا خدنا بقى احنا عينه من الخبز ده، دايما ما بنروح اي مكان بناخد عينات من الحاجات اللي متصنع. تمام. بنرجع المركز بنحللها نشوف قيمتها الغذائيه ايه. طيب. ونشوف ايه اللي ناقص فيها وايه اللي زايد فيها. ده هنا ده دور العلم بقى، حاطين ده بقى جداول فيها. القيمه الغذائيه ايه بقى للقابوري؟ القابوري. 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 القيمه الغذائيه ايه، مكونات يعني في وطبعا في بيبقى دقيق ذره، في دقيق قمح، في احيانا بيتحط عليه حلبه. كل الحاجات دي بتبقى حاجات مغذيه جدا. أيوه. ليهم حلبه وذره وقمح. ده اكتر البتاو. انما القابوري بما انه خبز صحراء فهو بيبقى دقيق عادي وميه ومفيش تخمير كمان. يعني تخمير. ما بيتعرضش للتخمير. ده خبز بسيط جدا علشان يتوائم مع الظروف بتاعه الترحال اللي موجوده في الصحراء. بالظبط كده، ما ياخدش وقت. عشان كده اغلب الخبز الصحراوي ما بيبقاش مخمر، اغلبه بيبقى خبز بنسميه مسطح. لانه ما وخليني اقول ده بتاع النار الصحراويه. بالظبط. يعني